السلام عليكم. عام دراسي جديد يطل على طلاب اليمن بوجه شاحب وآخر مستتر في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. لا أبواب مدرسة فتحت، ولا معلمين يستقبلون تلاميذهم، ولا طلاب يتحضرون لعامهم الدراسي الجديد. ملامح خوف شديدة تسيطر على الأهالي أن يمر هذا العام دون أن يلتحق أبنائهم بمقاعد الدراسة، وفزع أكثر أن تطبق الرسوم التي يتم الحديث عنها في ظل انعدام الرواتب للمعلمين ولأولياء الأمور أيضا. منهم من يتساءل: لدي 5 أبناء، من أين أدفع لهم 25,000 ورسوما شهرية وأنا أدرسهم في مدارس حكومية؟ تستمر الدراسة في المدارس الخاصة، مما يشكل خللا مجتمعيا واضحا وحسرة في قلوب الأطفال وأهاليهم الذين لم يتمكنوا من إلحاق أبنائهم. ومعلمون يتساءلون: أتممنا عاما سابقا في ظل وعود كاذبة واستلام فتات المرتب من فترة لأخرى، ولكن لن نقبل أن يستمر الوضع ونعلن إضرابا شاملا. ومتابعون يلاحظون كيف تدهورت الحال في شتى مجالات الحياة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، ونال التعليم ما ناله من سوء وتدهور. من جهة أخرى يتساءل كثيرون: أين الحكومة الشرعية من إغلاق المدارس في تلك المحافظات؟ أليست أولا وأخيرا حكومة لهم أيضا؟ لما لم يتم تسليم الرواتب لمعلمي الجيل القادم على الأقل كمساهمة لكي لا تخيم الإمامة من كل الجوانب ويكون الجهل سمة أخرى لأطفال اليمن؟ مشاهدينا الكرام، هذا ما سأناقشه في المساء اليمني لهذا اليوم مع ضيفي هنا في الاستوديو التربوي الأستاذ هادي علي هادي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هادي. مساء النور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وبداية قبل أن ندخل في النقاش، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لا شيء هنا غير مقاعد فارغة ومدارس مسكونة مغلقة على مرتاديها. إضراب المعلمين المفتوح الذي دعت إليه نقابة المهن التعليمية يشل حركة أكثر من 60% من المدارس في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب. يعاني المعلمون جراء انقطاع رواتبهم لأكثر من 10 أشهر، وكما تؤكد نقابة المهن بأن رفع الإضراب مرهون بتسليم رواتب ومستحقات المدرسين، بل وإيجاد حلول لعملية صرف المرتبات وضمان استمرارها. حالة من القلق والترقب يعيشها قرابة 4 ملايين طالب في مناطق الانقلاب مع بدء العام الدراسي جراء فوات فرصة الالتحاق بالمدارس أسوة بأقرانهم في المدارس الواقعة في المناطق المحررة. ومنهم من تحول من المدارس الحكومية إلى الخاصة. توقف صرف رواتب المعلمين ينظر بكارثة على العملية التعليمية برمتها، فملايين الطلاب مهددون بفقدان عام دراسي كامل ليسجل هذا العام الرابع هو الأسوأ في العملية التعليمية منذ الانقلاب. محاولات لتهديد المعلمين من قبل ميليشيا الحوثي وإجبارهم على فتح المدارس بصنعاء وتدشين العام الدراسي بالإكراه وقوة السلاح. كما حاولت الميليشيا جلب متطوعين لكسر الإضراب، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل. ميليشيا الحوثي بحسب الأهالي أعلنت فرض مبلغ 5,000 ريال مقابل رسوم تسجيل كل طالب في المدارس و1,000 ريال يدفعها الطالب شهريا، رغم مجانية التعليم في المدارس الحكومية، وهما أثار جدلا واسعا واستياء لدى المواطنين. تطالب ميليشيا الحوثي بفرض قانون طوارئ خاص بالتعليم لمنع المعلمين من التظاهر للمطالبة برواتبهم وحماية العملية التعليمية من التوقف. كما يقولون: التعليم في زمن الحرب وفي ظل سيطرة الميليشيا بات من أكبر المشكلات على هامش الحرب، ولأسباب كثيرة منها تدمير المدارس والنزوح وتحول بعض المدارس لأماكن إيواء وغياب جودة التعليم وتحريف المناهج، وأسباب كثيرة لا تحصى، غير أن توقف الدراسة كليا بات خطرا فادحا وانهيارا كاملا للتعليم في مناطق سيطرة الميليشيا. إذن أستاذ هادي، يعني فشل في تدشين العام الدراسي في صنعاء وأيضا حالة إضراب تامة في المدارس، كيف تتابع الأمر؟ طبعا التعليم هو جزء من منظومة شلها الانقلاب، كما شل المنظومة الصحية والمنظومة منظومة المواصلات ومنظومة فكل فشل في قائم في الجمهورية اليمنية الآن هو بسبب الانقلاب القائم، يعني الانقلاب على الشرعية وعلى النظام الجمهوري. والتعليم بالنسبة للميليشيا الحوثية وميليشيا عفاش والحوثي هو لا يهمهم اليمني أن يتعلم أو لا يتعلم في النهاية، وهم يتذرعون بأن الحكومة الشرعية هي الملزمة
بدفع المرتبات للمعلمين بالنسبة لدفع الإتاوات، تتذرعون بهذه الذريعة بالرغم أنها ليست ذريعة في ظل الانقلاب. أيضا الشرعية تقول لابد من تسليم عائدات المناطق المحررة للدولة من أجل تسليم المرتبات. التعليم قضية مهمة جدا، لأنه هذه الميليشيات مرتبطة بالجهل، وفي المناطق التي يسيطر على الجهل دائما تكون حصيلتهم وجنودهم وذخيرتهم من هذه المناطق، فلا يهمهم التعليم. حتى وإن أظهروا في الإعلام أنهم مهتمون بالتعليم وأنهم يريدون إلحاق الطلاب بالمدارس، هم يحاولون إخراج الطلاب من المدارس إلى الجبهات، يحاولون إخراج الشباب الطلاب الصغار من المدارس إلى الجبهات. فالتعليم ليست قضية ذات أهمية عندهم، بل مما يسعدهم أن الطلاب يلتحقون بالجبهات وتركون المدارس، لا يهمهم أن يتعلم إلا أسرهم. لكن نحن لا نخاطبهم، نخاطب حكومتنا الشرعية، لابد أن تعمل حل من أجل إعادة الطلاب إلى المدارس بأي طريقة كانت، لأن التأخير في مثل هذا الوضع وفي مثل هذا في موضوع التعليم شيء خطير جدا على الأجيال اليمنية في المستقبل، خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. نعم، لكن السؤال الأستاذ هادي، ما هو الحل الذي يمكن للحكومة أن تقوم به؟ الحل الذي يمكن للحكومة أن تقوم به هو إما أن تتقدم من أجل تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، كما قلت لك أن التعليم هو جزء من المنظومة المختطفة. إما أن تتقدم الشرعية من أجل تحرير هذه المناطق، أو توجد حل بطريقتها، إما أن تعطي المدرسين المعلمين رواتبهم، بما أنها قد نقلت البنك المركزي من صنعاء فينبغي عليها أن تدفع مرتبات المعلمين من أجل أن يتوجهوا إلى مدارسهم، خاصة قد التزمت ووعدت أكثر مرة بأنها هي المعنية بتسليم، حتى بدون التزام ما دام أنها سحبت البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، فهي الملزمة الآن بدفع مرتبات المعلمين. اللهم إذا كان لديها حل آخر فهو التقدم في الجبهات، بدل التوقف على حدود صنعاء وعلى المناطق هذه، التقدم في الجبهات، تحرير المناطق وفرض التعليم كما كان يعني موجود. نعم، طيب أستاذ هادي، يعني المدرسون بلا رواتب منذ عام، يعني العام السابق ربما استلموا مرات متفرقة وجزء من الراتب حتى ليس راتبا مكتملا، والآن يعني الحوثيون يصفونهم بالمرجفين، يحاولون كسر الإضراب بالتهديد بإنزالهم درجاتهم الوظيفية وإحضار متطوعين كما يقولون، وبأننا الآن في مرحلة حرب وما إلى ذلك، وكل من يحاول المطالبة براتبه فهو خائن في نظرهم. برأيك كيف يمكن أن يعيش المدرس في ظل كل هذه المخاوف؟ المدرس يعيش حالة إنسانية صعبة جدا. المدرس وأسرته كانوا معتمدين، 90% من المعلمين اليمنيين كانوا يعتمدون على مرتباتهم. العام الماضي لم يستلموا طوال العام 4 مرتبات مكتملة. صحيح. وهذه مشكلة وكارثة على المدرس. عندما نجلس نعول على الحوثيين اختطفوا الجمهورية اليمنية، نظل نعول عليهم سندمر اليمن. الحوثيون يصنفونهم وميليشيا عفاش يصنفون كل اليمنيين، ليس المعلمين فقط، يصنفون اليمنيين في الداخل والخارج ما بين منافقين وما بين مرتزقة وما بين أنصار للعدوان. فكل من لا يقف في صف الميليشيا سواء في الجانب التعليمي أو في الجانب الصحي أو في الجانب العسكري، كل من لا يقف في صف الميليشيا هو يعتبر مرتزق وعميل وخائن. وكل من تظاهر من أجل إعادة الطلاب إلى المدارس هو يعتبر مرتزق وخائن. فأنا أقصد لا نعول على ميليشيا أنها تريد أن تبني دولة، هذه ميليشيا أتت من أجل أن تنهب الدولة، وهي من ضمن ما تنهبه تريد أن تنهب أيضا الأفكار، سواء بتعديل المناهج أو بإلغاء التعليم. لا يهمها التعليم، يهمها الجبهات والسيطرة على الأرض وجمع المبالغ المالية، وهذا الذي يهمهم يعني. نعم، طيب، يعني هناك أيضا خطوة خطيرة وعجيبة ربما قد يتم اتخاذها، والناس يعني في ترقبها، هل فعلا سيتم ذلك أو لا؟ الحوثيون يقولون بأنهم سيفرضون 5000 على كل طالب رسوم تسجيل، و1000 شهريا يعني حتى يجدون بدائل للرواتب كما يقولون. يعني كيف يمكن أن أقول أن هذا تعليم حكومي أو تعليم عام وأنا أطالب بدفع هذه الرسوم، وأنا أعلم أن كل من هم في هذه المحافظة أو تلك لا يجدون رواتبهم؟ لا، أنا شخصيا لا أستغرب منهم شيء. قد يفرضون إتاوات على المعلمين على الطلاب وعلى أولياء الأمور، وأولياء الأمور مجبرون يعني.
بينما يعني بقاء الأطفال في البيوت أو الطلاب في البيوت مشكلة، فهو مجبر على الدفع في النهاية، لكن لابد من إيجاد حل من الحكومة الشرعية، لابد من إيجاد حل من التحالف، يعني من إنقاذ الجمهورية اليمنية من هذا الانقلاب الذي قام التحالف من أجله، الذي قامت الحكومة الشرعية من أجله، التي الشرعية أصلاً قائمة عليه، وهو إنقاذ اليمن من التحالف. إذن يعني وأنت تتحدث عن دور الحكومة الشرعية، انضم معنا عبر الهاتف معالي وزير التربية والتعليم دكتور عبد الله لملس من عدن عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الله. يا مساء النور. دكتور عبد الله، كيف تتابعون أنتم في وزارة التربية والتعليم فشل العام الدراسي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي صنعاء وغيرها؟ بالتأكيد يعني سيفشل العام الدراسي في المحافظات المسيطرة عليها، لأن الجهة التي انقلبت على الشرعية وعلى الوطن وعلى الجمهورية التي أذاقت الناس حلاوة في بداية نشوئها اتضح الآن أنها كذبت على الناس وخدعتهم، والآن يذوقوا مرارتها. لا. العام الدراسي بالتأكيد يواجه صعوبات، ونحن نتألم في المحافظات المحررة نتيجة أبنائنا وبناتنا في المحافظات المسيطرة عليها من قبل الإنقلابيين أن يحرموا من دراستهم بسبب عدم دفع رواتب المعلمين في هذه المناطق التي حرموا منها لأكثر من 11 شهر رغم من كل الإيرادات التي يعني تورد. لكن هل هم المعنيين بتسليم الرواتب دكتور عبد الله؟ يعني في نهاية الأمر نحن نتحدث عن ميليشيا اختطفت الدولة واختطفت مؤسساتها واختطفت ميزانيتها، هل نتوقع منها صرف الرواتب أم أن هذا هو دور الحكومة الشرعية الفعلية يعني التي هو من أقل واجباتها تأمين مرتبات موظفيها؟ يا أختي، هؤلاء انقلبوا على الحكومة، انقلبوا على الوطن، انقلبوا على الجمهورية، يعني بالسلاح سيطروا على صنعاء وعلى المناطق واللي يسيطروا عليها، سيطروا على اليمن كله، ولكن بفضل التحالف استطعنا تحرير 12 محافظه. اليوم نحن يعني في اخر 3 سنوات من لم تجبني على سؤالي دكتور عبد الله، انا اعلم انهم من انقلبوا على الحكومه والشرعيه، انا اسالك اين دور الحكومه الشرعيه التي يعني قام التحالف باعادتها جزئيا الى عدن، والتي يعني نقلت البنك المركزي الى عدن، والتي التزمت في اكثر من تصريح ووعود بانها هي من ستسلم رواتبها حتى في المناطق غير المحرره. يا عزيزتي، البنك المركزي لما الى اكتوبر 2016 كانت المحافظات المحررة تورد جميع إيراداتها إلى البنك المركزي على أساس كانت الهدنة المالية أن يقوم البنك المركزي بصرف جميع مرتبات الناس في جميع الجمهورية اليمنية، ولكنهم أيضا بعدما نهبوا البنك المركزي كله اضطرت الشرعية إلى نقله. نعم. المشكلة أن يعني كنا نورد من المحافظات يعني الجنوبية والمحررة إلى صنعاء، اليوم بعد نقل البنك المركزي لعدن لم يوردوا ريال واحد. كيف للشرعية أن تدفع إذا كانت كل الإيرادات في المحافظات المسيطرة عليها مسيطرين عليها وتروح للمجهود الحربي؟ المجهود الحربي يفترض أنهم يعطوا نسبة للموظفين العاملين للمعلمين ولا يذهب كله الى المجهود الحربي. نعم، لكن اسمح لي دكتور عبد الله، اعلم انا يعني بميزانيه الدوله وظروف المحيطه بها، ولكن ايضا اعلم ان هناك دول التحالف التي يفترض ان تدعم ما يحدث في البلاد من نقص، هناك منظمات يعني كاليونسكو واليونيسف وغيرها التي تهتم بجانب التعليم. هل حاولت الحكومه التواصل بهذا الشان مع هذه المنظمات مع التحالف على الاقل بامدادها برواتب المعلمين حتى يستطيعوا الاستمرار؟ يعني تعلم أنت بوجود الإضراب وأنهم لن يعني يعودوا للتدريس إلا بتسليم كافة مستحقاتهم، لما لا تجد الحكومة بدائل لعمل حلول يعني لأجل الطلاب، لن نقول لأجل المعلمين الذين بلا رواتب؟ كيف الحكومة تقوم يعني إذا كان الإيرادات من حق سيادي ما لا يتورد للبنك المركزي؟ أنا لا أتحدث عن الإيرادات، الله يرضى عليك يا دكتور عبد الله. يعني نعم، يعني تواصلت مع البنك الدولي، مع المنظمات المانحة الدولية، مع الأمم المتحدة،
على الأقل ووافقت الحكومة الشرعية على خطة الحديدة، اعتبار أن إيرادات الحديدة لو وردت إلى البنك المركزي كان ممكن الحكومة الشرعية تدفع مرتبات المعلمين، ولكن هذا لم يحصل. لا زال كل الإيرادات حتى الاتصالات لا زالت إلى اليوم تتورد إلى صنعاء، وبالتالي هم يعني مسيطرين على الإيرادات. نعم أتفق معك دكتور، يعني نحن ولا يدفعوا. نعم نحن نعيد ونزيد في نفس النقطة وأنا أتفق معك فيها، ولكن يعني أنا أحدثك عن دعم التحالف في مثل هذه المسألة، أحدثك عن تصريحات بن دغر لأكثر من مرة يتحدث عن وعود بتسليم الرواتب وهو يعلم أن البنك لا يصله أي إيرادات من هذه المحافظات. طيب يعني أيضا تعز لم تسلم لها الرواتب وهي تعد يعني تحت سيطرة الحكومة، المسألة يعني مسألة شائكة إن سمحت لي، يعني لا تعيدني إلى مربع الإيرادات لو سمحت. الحكومة ملتزمة بدفع رواتب جميع الموظفين في المحافظات المحررة التي سيطر عليها بشكل سيادي الحكومة الشرعية. أما أراضي خارجة عن سلطتها لا تستطيع أن تدفع، والإيرادات حق هذه المناطق بيد الإنقلابيين. ولكنك تناقض الآن تصريح بن دغر الذي قال بأنهم يعني سيدفعون الرواتب لجميع الموظفين. لم يقل ذلك، لم يقل ذلك، قال وردوا الإيرادات حق المحافظات المسيطرة عليها البنك المركزي لعدن ومستعدين ندفع. طيب ما هي رسالتكم إذن للمدرسين والطلاب؟ الإيرادات تروح للمجهود الحربي وعاد احنا ندفع يعني لهم. هذا يا اخي انت لا تدفع لهم، انت تدفع للمدرسين الذين يعني هو مواطن في نهايه الامر، لن تدفع للحوثي، انت تدفع للمواطن. هذا منطق يعني لا مناطق غير مسيطر عليها من قبل الشرعيه. نعم اذا ما هي رسالتكم للمعلمين والطلاب الواقعين تحت سيطره الميليشيا معالي الوزير؟ والله نحن نتعلم للأوضاع التي يعيشوا فيها أبنائنا وبناتنا في المحافظات المسيطرة عليها من قبل الإنقلابيين، ونتمنى يعني الغد قبل يعني أن تزال هذه القمة على جميع الموظفين في جميع الجمهورية اليمنية، وأن يتولى وأن يستلموا مستحقاتهم ومرتباتهم، وعلى أقل تقدير أن يصلوا إلى جنة عن هؤلاء الإنقلابيين لا يمكن أن يفوا بالتزاماتهم كسلطة يعني مغتصبة أو اغتصبوا سلطة. ما دام لا يستطيعون الإيفاء بالتزاماتهم فليتخلوا عنهم وينفضوا عنهم. نعم يعني هذه رسالتك دكتور ورسالتي لك إن تكرمت بسماعها، يعني حاولوا أن تجدوا حلولا لهؤلاء الذين يقبعون تحت سلطة ميليشيا ويعيشون تحت نارها. حدثوا التحالف في مسألة على الأقل التعليم، هذا الجانب، ودورك أنت كوزير تربية وتعليم أن تسعوا لحل هذه المشكلة. شكرا لتجاوبك معنا معالي الوزير دكتور عبد الله لملس، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ هادي، كيف تعقب على حديث معالي الوزير؟ نشارك معالي الوزير أنه يتألم ويتمنى، وهذا كل ما مع حكومتنا الشرعية كلها أنها تتألم وتتمنى، لكن نحن نريد فعلا على الواقع. يعني هناك آلاف الطلاب، مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين واقعين تحت سلطة الميليشيا الإنقلابية. لابد للحكومة الشرعية كما هي تسير في الجانب السياسي والجانب العسكري أن تتنبه للجانب التعليمي. نحن في كارثة في اليمن سواء في المجال التعليمي أو في المجال الصحي. في المجال الصحي تعرفون كارثة الكوليرا وقد مررتم عليها في عدة حلقات، وفي الجانب التعليمي الجهل. نحن نعود إلى الإمامة يوما بعد يوم، الجهل والفقر والمرض. المجال التعليمي والمرتبات في كل مناحي الحياة لا يوجد المرتبات. التعليم الآن بدأ سيبدأ بالاندراس، الصحة ستنتهي، إذن سنعود إلى الفقر والجهل والمرض. نحتاج يعني إلى
نحن عدنا 100 سنة للماضي يعني. نعم. هؤلاء المسؤولين لابد أن يستشعروا مسؤولياتهم. نعم، وهناك تصعيب أكثر للوضع يعني، كلما تفشى الجهل والمرض يعني معناته أنت بحاجة إلى سنوات أكثر لمحو أثر. نعم. هؤلاء. نشكر الوزير ونشكر كل الوزراء ونشكر الحكومة ربما، لكن نريد منهم أن يقوموا بمسؤولياتهم. نعم، هل تعتقد أن هناك فرصة فعلية للتواصل بالمنظمات الحقوقية المعنية بشأن التعليم بالتحالف؟ هل ممكن أن يعني يتم الضغط من قبل الحكومة على أكثر من جانب حتى يتم يعني وضع حلول لهؤلاء، على الأقل إلزام الحوثي بإيراد الإيرادات للبنك، على الأقل فتح مجالات ومعونات لهؤلاء المعلمين؟ هناك فرص كثيرة متاحة لو يريد التحالف، أن المبالغ أن هناك مبالغ تصرف في 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 أشياء لا طائل من ورائها أن تصرف للمعلمين ليواصلوا العمليات التعليمية في المدارس من أجل طلابنا، من أجل أبنائنا، من أجل مستقبل الأجيال. لا يتوجه الطالب الذي لن يذهب إلى المدرسة سيذهب إلى الجبهة، وهذا هو طلب للميليشيا. وهذا هو هناك فرص كثيرة متاحة سواء مع المنظمات أو مع البنك الدولي أو مع دول التحالف أو مع الشرعية، هناك فرص كثيرة من أجل إنقاذ الطلاب ومن أجل إنقاذ المعلمين بالمرتبات حتى لا يموت المعلمون جوعا. نعم، هناك من يتحدث ربما أن هذا العام قد يسقط على الطلاب ويعني قد يكون بلا تعليم، هل تتوقع ذلك؟ أتوقع ذلك لأني قد لاحظت هذا الكلام في صعدة سنوات عديدة. الوضع الذي تعاني هذه المحافظات في هذا في هاتين السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، صعدة تعانيه من 2004 في بعض المناطق، يعني في بعض المناطق تمر عليها السنة والسنتين دون أن يحدث أن يتم التدريس فيها، سواء إما بسبب هجرة المدرسين والطلاب أو بسبب تدمير المدارس أو بسبب تدمير القرى. هذه من 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 عندما عرفنا الميليشيا هذه عرفنا الاتجاه نحو الجهل يعني يوما بعد يوم. إذن يعني هناك أصوات حوثية أستاذ هادي تتعالى بالحديث عن ضرورة تغيير مناهج التعليم التي يصفونها بالوهابية أو التي يعني تم أخوانتها حد قولهم، وبالفعل كان هناك بعض التغييرات التي تم يعني ربما تغييرات طفيفة بداية حتى لا ينتبه لها أولياء الأمور ولا ينتبه لها، ولكن تم الانتباه لها. هل تتوقع أن هناك يعني نية لتجريف التعليم والزج به في الصراعات الطائفية؟ هناك نية لتجريف الجمهورية اليمنية برمتها بأفكارها بأهدافها، فما بالك بالتعليم؟ التعليم هو جزء من هذا المنظومة، وهو هناك إرادة لتغيير اليمن وتحويلها إلى محافظة أو إلى قوقعة إيرانية. هناك تحويل، هناك محاولة أو تفكير لتحويل الفكر اليمني إلى فكر إيراني إمامي 12 إذا استطاعوا ذلك، لكنهم يسيرون بخطة وتدريجية. كل يعني مثلا نلاحظهم في مناطق، عندما تلاحظي بعض مقاطع الفيديو التي تتكلم فيها الأطفال في المدارس تلاحظي أشياء عجيبة، عندما تلاحظين بعض المناهج التي نزلوها في 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 منتدياتهم أو في مراكزهم التعليمية تجدين هناك تجريف للأفكار. فإذا تم لهم الأمر ولم يتسارع تحرير اليمن وترك الجانب الطائفي والجانب المذهبي في المناهج وعودة المناهج إلى ما كانت عليه مناهج جمهورية يمنية حرة فيها كل المذاهب، المناهج التي استوعبت الزيدي والشافعي واستوعبت كل الأفكار اليمنية، فسيتوجهون وهم إذا خططوا يسيرون في خطتهم، يعني سيجرفون التعليم، سيجرفون الصحة، سيجرفون المال، سيجرفون مؤسسات الدولة، سيدمرون كل شيء. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ هادي أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بك مرة أخرى أستاذ هادي. أستاذ هادي يعني بحديثك عن صعدة قبل الفاصل يعني حدثنا أكثر عن الوضع هناك، عن وضع التعليم هناك، يعني ربما صعدة بعيدة كثيرا عن الإعلام ولا يراد لها الظهور، لا ندري يعني لما يحجبها الحوثي بهذا الشكل ويحارب أي إعلام قد يصل إليها. صعدة أصبحت بدل فناءات المدارس أصبحت عبارة عن مجموعة من المقابر، لا يوجد مديرية، لا يوجد قرية، لا يوجد عزلة إلا وفيها مقبرة كبيرة جدا للقتلى العائدين من الجبهات، شباب في ريعان الشباب الذين تركوا المدارس بسبب قلة التعليم أو بسبب دفع الميليشيات بهم إلى الجبهات أصبحوا قتلى. كثير من الأقارب، كثير من الأصحاب، كثير من الشباب ومن الطلاب الذين درسناهم أو عرفناهم أصبحوا الآن في عداد الموتى. مقابر مفتوحة بالمئات، إذا قلت لكم مقابر جديدة في صعدة بالمئات فلن تصدقوا.
المدارس في صعدة أصبحت معظمها مدمرة، سواء دمرت عن طريق طيران التحالف أو دمرت في السابق عن طريق الحروب ما بين الحوثيين وما بين الدولة في الحروب الستة السابقة. على سبيل المثال يعني في بعض المدارس التي لم يكن الحوثيون يحلمون حتى بالوصول إليها، مدارس جمهورية لا زال علم الجمهورية عليها. في الأسبوع قبل الفائت دمرت مدرسة في مديرية رازح في منطقة الغور لا علاقة للحوثيين بها ولم يقتربوا من هذه المنطقة، ويأتي طيران التحالف بضربتين يسوي المدرسة بالأرض، مدرسة حصل عليها المواطن من صندوق التنمية. لا أدري ما هذا يعني إيش هذا التوجه؟ هل هو توجه من أجل مساعدة الحوثيين في إغلاق التعليم والدفع بأبناء صعدة باتجاه المعركة، أم هي أخطاء تتكرر كل يوم؟ تعبنا من التبرير أو تعبنا من التحالف بحاجة إلى إعادة صياغة عملياته العسكرية، والدولة لنا الشرعية بحاجة إلى الضغط من أجل تحرير هذه المناطق. لو تتحرر صعدة في هذا اليوم لتحررت معظم مناطق الجمهورية التي يسيطر على الحوثيين. صعدة هي المعقل التي ينبغي على الدولة أن تتوجه إليها هي محافظة عمران، وستتحرر صنعاء. إذا نسمح لنا أستاذ هادي أن تنضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذة حبيبة راجح، وهي إعلامية من صنعاء. مساء الخير أستاذة حبيبة. مساء النور، حياكم الله. أهلا بك حبيبة. كيف تتابعين تعثر العام الدراسي في ظل هذه الظروف، وخاصة أن التعليم يعني بدأ فعليا في المدارس الخاصة؟ في صنعاء أصبح الوضع مأساوي، بالذات المؤسسة التعليمية، بشكل واضح للعيان أن التعليم أصبح لذوي المال. رجع حقيقية للإمامة، كما كنا نعلم وكما قرأنا أنه كان لا يتعلم إلا من لديه المال. رجع الأمر في صنعاء كذلك، المدارس الخاصة تبدأ في أسبوعها الأول في عامها الدراسي، في تدشين العام الدراسي 2017-2018. المدارس الحكومية تعاني أشد المعاناة، مظاهرات، إغلاق، اقتحامات، اختطافات لبعض المدرسين، اختطافات لحراس بعض المدارس، تهديد لمدراء المدارس. المؤسسة التعليمية في صنعاء تم التهديد، يعني نحن سمعنا حبيبة كليا. نعم، يعني سمعنا أن هناك تهديد لبعض المعلمين، تهديد لبعض المدراء. ما هي صيغة هذا التهديد ولماذا يهددونه؟ لم يكن فقط تهديد، تم اختطاف. بالأمس الاثنين تم اختطاف معلمين في مدارس خاصة للضغط على مدراء المدارس لدفع جبايات كبيرة جدا ودفع أموال للميليشيا، بحكم أن المدارس الخاصة بدأت في عامها الدراسي وبدأت تستلم الأموال، فيجب عليها أن تدفع للميليشيا الجبايات المتعددة. يعني حتى التعليم الخاص يودون إغلاقه؟ بالضبط، بكثير من الأمور، إفراض عليهم بعض المناهج، كما تم إنزال، لم يغيروا في المنهج لعدة أمور، ولكنهم أنزلوا بعض الكتب الطائفية إلزاما إلى بعض المدارس تدريسها إلى جنب المناهج. أيضا تم العبث ببعض مكاتب المدارس الخاصة لوجود بعض الكتب فيها. نعم، مثل ماذا؟ كتب دينية حبيبة؟ ما هي هذه الكتب؟ الكتب السنية أو ما شابه ذلك، تم العبث ببعض المكاتب لدى المدارس الخاصة وتم اقتحامها وأخذ الكتب، إنزال بعض المجلات الصغيرة وما إلى ذلك التي تؤيد الطائفية وما إلى ذلك. تم اختطاف معلمين من مدارس خاصة وتهديد مدراء المدارس الخاصة لدفع أموال أكثر، بحكم أن المدارس تم تدشين وتم استلام الأموال. تم اقتحام كما علمنا مدرسة رابعة وتم تهديد مدرسات مدرسة رابعة. لدينا مدرسات كانت بالأمس وقفة للمدرسات. لماذا مدرسة رابعة بالذات؟ يعني أنا أتذكر أنها كانت من أفضل مدارس الجمهورية. مدارس رابعة، مدرسة أروى، مدرسة خولة، مدرسة المدارس الكبرى التي فعلا كما قلت من أفضل مدارس الجمهورية، الكوادر التي فيها لم تسكت، طالبت بحقها ولم ترضى بما يريدونه الميليشيا، فقاموا بالاقتحام واقتطاف حارس المدرسة. بالأمس كانت وقفة للمدرسات أمام الأمم المتحدة، فتم إقحام الوقفة بمدرسات أو بالأصح
نساء يتبعن الميليشيا يرفعن لافتات أنه نريد مواساة التعليم بدون راتب. الكارثة الكبرى أن الميليشيا الآن تجوب الشوارع باستمارات بدل مدرسين وتعدهم برواتب. يعني تود متطوعين بدل المدرسين المضربين وتعدهم بالرواتب. وتعدهم بالرواتب. ونتوقع أن تدفع لهم يعني نتوقع أن تدفع لهم نكاية. نعم. الغرض واضح، نحن نريد معلمين يعني يعلمون ما نريد، نريد مدرسين ينقلون ما نريد فقط. فعندما جابت نساء في عدة أحياء بالعاصمة صنعاء بالاستمارات متطوعين ويعد برواتب مغرية 70,000 60,000، هذا يدل على الغرض الواضح أنه يوجد ميزانية ويوجد قدرة على تسليم الرواتب، ولكن نريد ما نريد. أيضا إنزال المناهج كما قلنا والعبث بعض مكاتب المدارس الخاصة. نحن الآن في وضع مزري للغاية، منه أنه اقتحام المدارس، تهديد المدراء، أيضا نزوح الطلاب عن التعليم، نفسية الأطفال عن التعليم، لا نريد أن ندرس مدام الحوثيين سيجبرونا على التعليم أشياء معينة. نعم، كثير من الأهالي صنعوا ذلك. لكن حبيبة أود أن أسألك أيضا، ما صحة أنهم يودون أيضا فرض رسوم على الطلاب، فرض رسوم تسجيل وكذلك رسوم شهرية؟ تم فرض الرسوم في بعض المدارس الحكومية، وتم من أهالي الحي ومن عقار الحارات الرفض، فتم إقرار من الميليشيا أنه لم يتم ذلك وإنما مساعدة للمدرسين. تريدون المدرسون أدفعوا مبالغ وقدرها معينة لإمكاننا لإحضار المدرسين المعينين كمدرسين خاصين أو ما إلى ذلك. إفراض الرسوم كانت في البداية واضحة، ولكن عندما واجه الرفض الشديد من الناس تم إخفاءها، وتم الآن اليوم تم تأجيل تكشين فتح المدارس للأسبوع الثالث، أسبوعين تم تأجيلها حتى يتم حل المشكلة مع المدرسين. الثورة في صنعاء أصبحت ثورة معلمين، ثورة معلم يريد قوت يومه ليعلم ليدرس. يعني هل تتوقعين يصلوا إلى حل أستاذة حبيبة؟ هل تتوقعين يصلوا إلى حل ويتم فتح المدارس؟ لا أعتقد، لأن السنة الثانية على التوالي والمدرس صبر الشهر الأول والثاني والثالث والرابع، لكن عندما يذهب ولا يجد قوت يومه، ولا يجد ما الذي يصله إلى المدرسة، ولا يجد ما الذي يطعم أهله، ما الذي سيدفعه للتعليم؟ ما النفسية التي ستكون لديه ليبث في الأطفال وفي الطلاب التعليم والوطنية؟ ما الذي سيجبره؟ نعم، إذن شكرا. كما أنه تفضلي تفضلي. أمس تم إهانة دكتور جامعي في أحد المواصلات العامة من أحد رجال الميليشيا. دكتور جامعي حوالي قرابة 15 عام وهو يدرس، يهان من رجل ميليشاوي لا يستطيع ممكن يفك الخط، ويهينه وينعته بأنه ليس يمني وأنه بألفاظ شنيعة جدا. التعليم وأصحاب الكفاءات تهان، دكاترة الجامعة فعلا في حالة يرثى لها. دخل الجامعة الآن، إذا دخلنا في الموضوع التعليم الجامعي، رسوم الموازي ارتفعت إلى الضعف تماما. نعم، يعني يؤسفنا أن يصل الأمر إلى هذه الحال. شكرا جزيلا لك يا حبيبة راجحة الإعلامية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ هادي. أستاذ هادي، يعني استمعت لحديث حبيبة وهي تحدثنا من واقع تعيشه، عبث واضح ما يحدث، إغلاق المدارس، إقحام كتيبات في بعض المكتبات الخاصة، أخذ أتاوات وجبايات من المدارس الخاصة، ما الذي يريدونه بالضبط؟ يريدون الضغط على المعلم اليمني للخروج من المدرسة من أجل الإتيان بمعلم بديل يدرس ما يريدون، ولديهم الأموال التي يستطيعون أن يدفعوا حتى مرتبات للمعلمين لو يدرسون. لكنهم لا يريدون ذلك. نحن لا نحملهم المسؤولية. هذه سلطة انقلاب، هذه سلطة ميليشيا، هذه سلطة إرهابية تريد أن تدفع بأبناء اليمن الأبرياء إلى المعارك فتجاهلهم. إما أن توجد مدرس بديل يدرس كيف يدرس منهج يدفع بالطالب إلى المعارك إلى الجبهة، أو تضغط على المدرس أو الطالب بأن لا يدخل المدرسة ويتوجه إلى الجبهة.
نحن نحمل التحالف الذي وقف مع الشرعية ونحمل الشرعية التي وقفت هذا الموقف، ليس أقول السلبي، الذي يعني ما استطاعت أن تحرر هذه المناطق، أن تتوجه لتحرير هذه المناطق بصدق وبجدية من أجل الخروج من هذا المأزق. 3 سنوات ونحن على أبواب صنعاء، ماذا نعمل؟ هناك أيضا يعني أنت تحدثت عن فكرة أنهم قادرون على دفع الرواتب، يعني هناك من يعلق أن قدرتهم هذه واضحة في الاحتفالات التي يصرفون فيها ملايين الريالات. أنا سابقا لم أتحدث عن عدم قدرتهم، أنا تحدثت عن عدم إرادتهم، هم لا يريدون أن يدفعوا مرتب للمعلم اليمني، أما ما يجبونها من الشوارع ومن الناس وما أخذوه من البنك المركزي اليمني يستطيعون أن يدفعوا المرتبات للمدرسين لمدة أعوام قادمة، لكنهم أي شيء يأخذوه لا يمكن أن يعطوا منه للشعب اليمني. تاريخهم معروف، يعني هم مبني يبنون أنفسهم على الأخذ، سواء الميليشيا الحوثي أو ميليشيا علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح كم نهب من أموال اليمن؟ ما الذي أعطانا؟ وكذلك علي عبد الله صالح لو يخرج الأموال التي اقتنزها في الخارج أو في اليمن، أنه يستطيع أن يقوم بالجمهورية اليمنية 6 أعوام قادمة أو 10 أعوام قادمة، لكن نحن لا نحملهم المسؤولية. لماذا؟ لأننا نعرف أنهم سلطة انقلاب وأنهم ميليشيا وأنهم انقلابيين، إما أن تقوم الشرعية بواجبها على أكمل وجه وإما أن تعلن عجزها. طيب يعني هل تعتقد أستاذ هادي أن وجود شخص مثل يحيى الحوثي في وزارة التربية هو شقيق قائد الميليشيا مثل خطورة أكثر كونه شخص طائفي واضح في طائفيته، ونسمع أيضا أن سلوكه في الوزارة مبني على يعني على أساس طائفي وليس له أي علاقة أبدا بالتعليم؟ هذه ميليشيا تنتهج نهجها من النهج الإيراني، والنهج الإيراني الثورة الإيرانية عندما قامت هم يريدون أن يقوموا بها في اليمن، بس ما استطاعوا من أول وهلة، لأنهم اصطدموا أولا بعاصفة الحزم والإقليم الذي ما استطاع أن يبلعهم، يعني وإلا كانوا سيفعلون كما فعلت إيران عندما في ثورة الخميني. الثورة الإيرانية عندما قامت فصلت جميع الموظفين وأعدمت كل أجهزة الأمن إعدام وأعدمت كل الضباط والقادة في الجيش، هؤلاء يعيشون على فكر استئصالي. وليس غريب أن يضع حسين بدر الدين، قصدي يحيى بدر الدين، على رأس وزارة التربية والتعليم، ويعرف ما هو يحيى بدر الدين، ومعروف ما هو فكره وتوجهه وما موقفه من النظام الجمهوري، ما موقفه حتى من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما موقفه من مذهب الدولة بشكل عام. قصدي أنا لا أستغرب طبعا منهم من بعد انقلابهم في 21 سبتمبر، لا أستغرب منهم من 2004 إلى الآن شيء، كل شيء ممكن. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ هادي أن ينضم أيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن المقطري أمين عام نقابة المعلمين بتعز عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الأنوار، أهلا بك. بداية أستاذ عبد الرحمن، يعني حدثنا عن وضع العمليات التعليمية لديكم في تعز. بسم الله. وضع العملية التعليمية بالنسبة لتعز في المناطق المحررة بدأت منذ يوم أمس بالتدريج، وهذا اليوم بشكل أفضل، ونتوقع أنه يوم غدا أو يوم غد ستكون مكتملة. وطبعا هناك بعض الإشكالات فيما يخص بعض المدارس أنها دمرت البنية الكلية أو جزئية بسبب الحرب، وأيضا ترتب على هذا يعني أنه كثير من الوسائل التعليمية والتجهيزات تضررت، وأيضا بعض المدارس كانت تحت سيطرة بعض القوات العسكرية، لكنها الآن بموجب توجيهات نائب رئيس الوزراء ستخلى، وقد أخلي بعض المدارس هذا اليوم وستخلى البقية إن شاء الله يوم غد. نعم، ماذا عن رواتب المعلمين؟ هل يتم تسليمها لهم وهل يعني الجميع ينضم أم أن هناك إضرابات لأجل الرواتب؟ طبعا المعلمين يمكن علمتم أنه في تعز تم صرف راتب شهر مؤخرا خلال الأيام الماضية، وهذا عزز يعني المعلمين، ويعني التزم الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وهو طبعا متواجد حاليا في تعز باستمرار صرف مرتبات المعلمين كما هو الاتفاق مع رئيس الوزراء من خلال الإخوة الذين نزلوا إلى عدن يمثلون النقابات والمنظمات وفتاحة الحقوق والحريات، وبالتالي أيضا التزمت الحكومة باستمرار صرف المرتبات مع بقية المحافظات المحررة، وكذلك جدولت المرتبات السابقة
بحيث تصرف يعني راتب شهر سابق مع راتب شهر لاحق. وهذا طبعا جعل المعلمين طبعا يتجهوا الى مدارسهم ويعودون الى مدارسهم، وكما قلت ربما في الغد يعني يكون المعلمين وايضا الطلاب قد تواجدوا في كل المدارس. نعم، كيف اذا تتابعون تعثر العام الدراسي في صنعاء؟ طبعا نتابع من التعثر العام الدراسي في صنعاء وبقيه المحافظات، وكذلك المديريات غير المحرره من محافظه تعز، ونتألم طبعا لوضع زملائنا المعلمين في هذه المدارس، كما نتألم ايضا للطلاب الذين يعني سيفوتهم الشيء الكثير فيما يخص العمليه التعليميه. ويؤسفنا ان نقول ان يعني الميليشيات تتجه نحو تبهيل الجيل، وهذه تأتي في إطار يعني خطة لديهم لضرب العملية التعليمية من خلال عدم صرف مرتبات المعلمين الذين يستطيعون لو شاءوا أن يصرفوا لهم مرتباتهم، لأنه كثير من الإيراث موجودة لديهم، حيث لديهم كبار التجار والمكلفين من دافعي الضرائب، ولديهم كثير من الإيرادات من الحديدة وغيره، وبالتالي لو أرادوا لصرفوا. أيضا لديهم يعني تأتي أيضا قضية تغيير مناهج ضمن هذه القضية، مؤامرة على التعليم، يعني هم لا يريدون شعب متعلم، يريدون فقط عملية التعليم تكون في شخوصين فقط، في شخوص من يحكمون وليس في شخوص. نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أننا فقدنا الاتصال. شكرا جزيلا لوجودك معنا الأستاذ عبد الرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أخيرا أستاذ هادي، يعني هناك صعوبات بلا شك تواجه العملية التعليمية سواء في المناطق المحررة أو غير المحررة، ما هي رسالتك لتجاوز كل ذلك في كلا النواحي؟ أنا رأيي الشخصي أنه لا حل إلا بيد الشرعية والتحالف، لأنه كما قال المقطري وكما قال الوزير وكما يقول كل العقلاء وكما قالت حبيبة وكما تقولين أنت، أن هذه الميليشيا تريد أن تدفع المجتمع نحو الجهل، لأن عدتها وعتادها البشري في الجانب الجاهل الذي لا يعرف، ليس متعلما، ليس مثقفا، هؤلاء هم ذخيرتهم للجبهات، مفهوم؟ فالتحالف والشرعية هي المعنية الأول بإنقاذ أبناء اليمن من الجهل والفقر والمرض الذي نحن سائرون إليه خطوة خطوة. يؤسفنا ما وصل إليه التعليم. شكرا جزيلا لك أستاذ هادي علي هادي التربوي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر أيضا لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وأأمل أن يعني يتم بدء العام الدراسي لأجل طلابنا الذين يعني هم أساس هذا المستقبل المرجو لليمن. شكرا مرة أخرى لمتابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.